الحمد لله كل شيء على خير ومرحبا بسلامك. بارك الله فيك. يلا نبداو. على بركة الله. أكلات لبنانية خفيفة. نبداو بلبنة. أيه. وغادي ناخدو إطر ديال الحليب. واخا إلا سمحتي أيه نسجلو معاك إطر ديال الحليب. غادي نفيضوه. ونخليوه تيدفى. واخا. ماشي يبرد يدفى. وغنزيدو عليه 4 ديال دانون مسوس. 4 ديال ياغورت مسوس. وغادي نخلطو فشي سوبيرة تكون بالخطا ديالها. ونخليوه يبات تلغد ليه. يعني يبقى ليله كامله. كنغط ليه. واخا من بعد ما كتحيدي راه كيجي بحال داك يوغور طبيعي العادي. اييه اييه. كتدي واحد ديك ديال حياتي وكتخليه كتفجع تخليه تسخطر فهاد. واخا كنغط ليه. واخا كيخرج الجبن. ما تقول احنا كنقولوا جبن ما تقول لبنه. واخا صافي كديري فوق. اذا هذا جبن على الطريقه اللبنانيه. اللبنانيه هذا مجرب 100%. اييه واخا. الطريقة ديالو سهلة وفيه مكونات بسيطة. إترو قلتينا ديال الحليب. وكديري فوق منه زيت العود كيجي غزال. نفيدو قلنا إترو ديال الحليب مع 4 ديال ياغورت مسوس ونخلطوهم ونخليهم ليلة كاملة شي سوبيرا. ياك. وقلتينا من بعد ناخدو زيف حياتي ونسقطروه ونخليو الا كامله وكيسقطر وكنحسوا على جبن كيعطيك الجبن يعني 100% ناشف. اييه. وديك الساعه وفيه لذه زينه وكتني كتحطيه راه كتحطي فوق منه زيت العود. واخا. اذا بدينا بالجبن على الطريقه اللبنانيه اللي كيتسمى باللبنه. هادشي كيتحط عندهم دابا. عطاك داكشي اللي كيتحط. واخا. ناخذ باذنجان دابا غنصاوبوا باذنجان. ناخذ واحد 5 دنجالات. اييه. غادي نغسلوهم ما غاديش نقشروهم. واخا نقشرهم. غادي نشويوهم كيف كنشويو السلسله. ملي غيتشوا غنديرو فواحد الميكا نفقدوها. الميكا تكون خاصة ديال هذا. كتديهم كتخليهم ديك الميكا تيعاقو شوية. من بعد ملي كتحيدهم كدير القشرة كتحيد بطريقة سهلة. كنحيدو ديك القشرة ديالو كامل. كنحيدو ديك النوايا ديالو الطويلة هاديك بحال اللي كيكون معلق لنا دابا الدنجال. إييه. داك العود ديالو كتحيديه كتشويديه باش تعرف كيفاش تشويه. كتحيديه ياك. يوم كتخلي ما كتقشر داكشي كتاخذي راه اي سيده عندها ما فرشيطه اما ديك ديال باش كنعكو الدنجال. اييه واخا. كنعكوه مزيان وكنخليوه. كناخذوا طحال كهربائي. كنديروا فيه جوج دانون مسوس ياغور مسوس. اييه. وثلاثه ديال صوص طوما مقشرين. وكنديروا الطحينه جمعوا كبار ديال الطحينه. واخا. والبزار والملحه. اييه. وكنخلطو. وكنزيدو داك الدنجال ديالنا اللي ديجا حنا معكنا. اييه. وكنخليوه يبرد هذا كيتكال بال. واخا. كيجي غزال هذا. إذا سجلنا معك هاد جوج وصفات طبيعيين يعني ساهلين بساط في المكونات ديالهم. وتفلوكو ديالهم زوينين. واخا. اييه. ونبدلو شويه دائما كناخدو الدنجال زعلوك بطريقة ديالنا نبدلو شويه. اييه. واخا. شنو مثلا تخدمي لنا صالحة؟ نعطيكم الدجاج. ستاك ديال الدجاج وديال بيبي عادي. واخا. إذا غادي ناخذوا مثلا غادي نكملوا معك إلا سمحتي صالحة باقي الشهوات والأكلات اللبنانية بعد هذا الفاصل الإعلاني. بقوا معنا مستمعين. دائما البرنامج لمولاتي برنامج المرأة بامتياز على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم. احنا في شهوات لمولاتي مع صالحة أم الحسن اللي قدمت لنا شهوات لبنانية ومازال مكملين. قدمت لنا جبن وكذلك الدنجال على الطريقة اللبنانية. وقفنا عند الدجاجة صالحة تفضلي. إييه. غادي ناخذوا ستيك ديال بيبي ولا ديال الدجاج عادي. إييه. كناخذوا الطحان الكهربائي كنديروا فيه بيضة. معلقة ديال لاموطارد. واخا. معلقه صغيره ديال الكاري راه كلشي كيعرف راه صفر بحال الخرقوم. اييه. اييه كاري. غناخذو خنيشه ديال دمك البنه ديال الدجاج. واخا. شويه الملحه والابزار غير شويه الملحه. شويه الملح وشويه الابزار. وكتاخذي معلقه ديال الخل صغيره. معلقه صغيره ديال الخل. وكتضربي داك الخلاط مزيان وكترقدي فيه داك الستيك. هو باش كيجي مزيان وكيجي لذيذ وغزال وهشيش. الا كنتي غديريه في الصباح كتفزي. صوبي بالليل. وانت غديه بالليل كتصوبيه في الصباح. اييه. كنخليوه. يعني ياخذ وقتو باش يشرب هاد العطريه اللي درتي. اييه. كناخذوا الدقيق كنخلطوه مع الكوك. اييه الطحين مع الكوك. الكوك الطريقه اللي غنفكروا بها هذا. ياك. كنخلطوا وكنديروا الدجاج. كنقلبوا الدجاج مزيان حتى الدجاج راه كيشرب الزيت. وقت اللي كديري داك الدقيق والكوك كترقديه مزيان. تنفذيه مزيان
وكتبقى لي تيجي ناشف. واخا بحال غادي نديرو الشابلوغ غادي نديرو طريقه اخرى مختلفه الطحين مع الكوك. مع الكوك واخا وندوزو الكفته ديالهم كتجي تاهي زوينه ولذيذه. بغيتي تشويها تشويها، بغيتي كتصوطيها مع الزبده كتصوطيها مع الزبده. كناخذو فلفله حمراء وخضراء وصفراء. ايه الفلافل بثلاثه ملونين، الحمراء والخضراء والصفراء. كتقطعيهم رقيقين. ايه كيجيو رقاق. كناخذ الكفته كناخذ شويه ليقامه، كناخذها بدون ليقامه. الكفته بلا عطريه واخا. كنخلطو مع هذه الفلفله اللي قطعنا. مقطع رقيق. رقيقه باللونات. كنديرو معلقه ديال لاكخان فخاش ديال الطياب. الملحه والبزار. وضامات البنه غير شويه. شويه ديال. اييه كتمعكيهم بيدك مزيان. كدير بحال هكا كتاخذي داك العود الطويل اللي كان اللي كتصطو به لي ساك ولا لي بروشيت. هذاك كديري شويه زيت سيديك وكتديري حي بلا طوال وكتخشيو فوق داك العود. اييه واخا يعني مشاوي. اييه بغات السيده تشويهم راه كتشوف كيجي كيجي ولداد، بغات تصطيهم غير بالزبيده راه كتصطيهم بالزبيده. هادو باش كيمشيو هاد الكفته ديال الدجاج كتشويها، كتاخذي بصله وحده كتقطعيها شرائح رقيقه. كتقردي شويه النعناع وشويه الربيع والملحه والبزار. ايه كيتكالو خطرين هذا. كتجي بحال شكل صاده كتحط معاها. ايه النعناع والربيع مفروم وشويه الملحه والبصله حتى هي مقطعه شرائح رقيقه. هذه مرافقه كسلطه مرافقه لهاد المشويات اللي درتي لنا سواء يعني ديال الكفته. واخا ونعطيك لبنه، نعطيك يديها عفوا، نعطيك المهلبيه ديالها. المهلبيه اييه. كناخذو السطر ديال الحليب. السطر ديال الحليب. ياك، كدير معاها معلقه ديال الزهر. معلقه ديال الزهر. وربع معلقه غير رويه، ربع معلقه ديال المسكه الحره. اييه شويه المسكه حره. وكديري فوق العافيه. اييه في كسرونه. كتبقى تحرسو كتزيد معاها جوج معالقات صغار ديال مايزينا. جوج معالق صغار ديال النشا. ديال النشا. ملي كتشوفي قربي عقاد ما تخليوش يعقاد بزاف، هذه الطريقة ديالهم هما ما كتخليش يعقاد. إيه. كيبان لك بحال خفيف. كيجي خفيف بحال ياغورت يعني ما كيجيش مهلبية عقدة. كتخليو تيعقاد. كتجي بحال محببة. كنخلي بحال كتشوفي بحال تقولي ما عقاد. كديري في الكيسان ولا كديري في المول ديال. إيه إما مول فردي ولا مول كبير. أيوه وكتدخلي المجمد. ما كاينش فيه جمد بزاف، فيه شوية. وخا هما كيزينوا بالبيستاش ولا بالعسل على حسب الرغبة. لا كديري العسل وكديري الكركاع. إيه أنا حسب. فعلا هما هذوك يعني أكلات لبنانية خفيفة بزاف. وفيها يعني كل بس أنا مفيهاش لوكس. كنديرو في داري ومجربين السيدة في الدقة الأولى غيصدقوا ليها. أييه أكيد إن شاء الله دائما المستمعات كيقدموا لنا شيوات مجربة وكنشكركم بزاف المجهود اللي كتقوموا به. ولا بغيتي نعطيك الحمص نعطيه لك. ايه حمص من المقبلات اللبنانيه. أيه. واخا نختموا بها تفضلي. ايه كتاخذي الحمص كتفزقيه. ايه كتخلي الحمص بيت مفزق. من بعد كديري في كوكوط كديري عليه الماء حتى كيتغطى وكتفديه وكديري الصفاره. الدور الاولى الثانيه كتحيدي كيبان لك الحمص طاب. ايه ما كنزيدو عليه لا صوص لا داك الشيء ديال اللي كان باش يطيب ولا والو. ايه كديري فيه الملحه وكتخليه كيتسلق ومن بعد كتهزيه بلا ما ديالو، ما ديريش معاه الماء، كديري في الطحال الكهربائي. اييه. كديري معاه جوج معالق كبار ديال الطحينه. وجوج فصوص ديال الثوم. والملحه والابزار. وشويه زيت العود. وكطحنيه. اييه. كتحطي راه كيجي معتبر وكيجي لذيذ. واخا هذا حمص كيف ما قلتي يعني ساهل وما كيحتاج الوقت بزاف. ونسم على الطريقه اللبنانيه. تبارك الله عليك صالحه، سافرتي بنا لبنان وبهذا الشيوات اللبنانيه. بارك الله فيك. واحد تحيه بني شحال على راس العين تفضلي. تحيه كبيره للجوج ديالي وتحيه كبيره للحوريه، كنقول لها كيتشرفوا كراستها بالوصفات الجميليه والعلاجيه. وتحيه كبيره لليلى ولاله سوما. وتحية لك يا صالحة أم الحسن وتحية كبيرة لزالي طنطان. إيه الله يبارك فيك، شكرا لك بزاف صالحة أم الحسن وغيتا على تواصلك وعلى هاد الشيوات اللبنانية اللي قدمتينا وتلقوا فرصة مقبلة إن شاء الله. مستمعينا نتمنى تكونوا سجلتوا المقادير وطريقة التحضير ديال الأكلات اللبنانية وتحضروا إن شاء الله الأفراد الأسرة ديالكم كشوية ديال التنويع في المائدة المغربية. إذا لحنا مستمعينا فقرات لالا مولاتي مازالين مكملين معكم، غادي نديروا فاصل غنائي مع مريم فارس وراجعين.